إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمة حول لزوم السنة والجماعة والحذر من الانتماءات الحزبية. وهذا الأمر أمر عظيم، أمرنا الله جل وعلا به، أمرنا بالاعتصام بحبل الله جل وعلا جميعا وألا نتفرق، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهذه آية عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر بعض مخالفات أهل الكتاب وتفرقهم وجرائمهم، ثم حذر المؤمنين من طاعتهم، فإن من أطاعهم صار مثلهم من أهل الفرقة والتحزب والضلال والانحراف. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالاعتصام بالله سبحانه وتعالى هو لزوم السنة، هو لزوم الحق، هو لزوم التقوى، هو لزوم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هو التمسك بالتوحيد. هذا هو الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ثم قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني كونوا على ذلك حتى يأتيكم الموت. ولا قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني اعتصموا بهذا الوحي الذي جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا، الكتاب والسنة، بفهم الصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة، لا بفهم فلان ولا فلان، وإنما بفهم أولئك الذين أمرنا الله جل وعلا باتباع سبيلهم، كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فحذر من مخالفة سبيل المؤمنين وما ساروا عليه من دين وعقيدة وعمل وعبادة ودعوة، فإن هذا من الشذوذ والشطط عن جماعة المسلمين. والأصل أن الجماعة المسلمين هي التي تجتمع على الحق، على التوحيد، على السنة، على ولاة الأمور والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في المنشط والمكره وفي العسر وفي اليسر وفي أثرة علينا.
هذا هو الاعتصام بالكتاب والسنة، والاعتصام ولزوم السنة والجماعة هو الاعتصام بحبل الله جل وعلا، الاعتصام بدين الله، وهو أعظم أسباب تآلف القلوب والتواد والتراحم الذي يكون بين المؤمنين، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الذي ألف بين قلوبهم هو الإيمان بالله جل وعلا، هو توحيده، هو اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يؤلف بين القلوب. ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا الذي يؤلف بين القلوب، بين قلوب المؤمنين. وأما اتباع الجماعات والفرق والأحزاب ومخالفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الذي يفرق القلوب، وهو الذي يوقع الشرك والبدع والضلالات والانحرافات والإلحاد والمعاصي، هذا هو. أما لزوم الكتاب والسنة فهو سبب كل خير، ومخالفة سبيل المؤمنين وما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو سبب كل شر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لنا مما فعل اليهود والنصارى، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فحكم على جميع الفرق المخالفة والمنتمية للإسلام بأنها كلها في النار إلا واحدة. فقيل: من هي يا رسول الله؟ فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني تمسك بالوحي، تمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دين وعقيدة وعبادة ودعوة وعلم وهدى وأخلاق وزهد في الدنيا. هذا هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الذي كانوا عليه. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الافتراق ومن الاختلاف ومن التنازع، ولما وعظ أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. رأس الأمر الإيمان بالله وتقواه والعمل بطاعته سبحانه وتعالى، التي رأسها التوحيد ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة، لأن لزوم الجماعة كما قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى لما قيل له عن الفرقة الناجية: من هي؟ قال: هم الجماعة، وهم الذين اجتمعوا على الحق، ومن الاجتماع على الحق الاجتماع على ولاة الأمر المسلمين، ولاة الأمر الحكام المسلمين يجتمع عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. ثم ذكر سبب ذلك وأنه سيقع الانحراف والافتراق، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف كثير، تفرق وفرق وأحزاب وجماعات وضلالات وانحرافات. فقال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طاعة
طيب من نجاه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فهذا هو النجاح، النجاح التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير عن الشر، يقول: كان الناس يسألونه عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، قد كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بك بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قال: فقلت: وهل بعد ذلك الخير، يعني الخير الذي فيه دخن، من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، يعني كي أحذر منهم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: يا رسول الله، أرأيت إن أدركني ذلك، يعني هذا من الخطورة بمكان، إن أدركني ذلك وهم من جلدتنا من العرب ويتكلمون بألسنتنا، إذن ستلتبس الأمور. قال: صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا النجاح، النجاح أن تكون مع السواد الأعظم، أن تكون مع الحق، أن تكون مع ولاة أمر المسلمين، متمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد والسنة والسمع والطاعة لولاة الأمر في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأذرة علينا، إلا إن أمرت بمعصية، فإن أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة في المعصية، ولكن تلزم الجماعة وتلزم جماعة المسلمين وتسمع وتطيع في غير معصية الله، وتتعاون مع علمائك وولاة أمرك فيما يحبه الله جل وعلا، وفي الأمور المباحة، وفي طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي نصرة الإسلام والمسلمين، وفي عز الإسلام والمسلمين، وما من شأنه الأمن والحفاظ على الأمن والحفاظ على عقيدة المسلمين وعلى حرماتهم. قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا من النجاح. قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم يومئذ جماعة ولا إمام؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، حتى ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك متمسك وثابت على الحق، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. لا تدخل في شيء من هذه الجماعات والأحزاب والفرق وهذه الدعوات المنحرفة التي تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي فرقت المسلمين. هم يقولون أن الدعوة السلفية هي التي تفرق المسلمين. الذي فرق المسلمين هو من جاءهم بمناهج وضلالات وانحرافات وأحزاب وجماعات، وقد كان الناس على التوحيد والسنة، فجاءوا وفرقوا المسلمين بهذه الدعوات، ما فرقوهم وقد كان الناس على باطل ففرقوهم وكان منهم من تبع الحق، ما جاءوهم بدعوة التوحيد والسنة التي تفرق. نعم، دعوة التوحيد والسنة تفرق بين المحق وبين المبطل، بين صاحب الهوى وبين صاحب التوحيد والسنة، يتبع من المتجرد للحق يتبع التوحيد والسنة، وغيره يضل وينحرف، نسأل الله السلامة والعافية.
نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.